نسيت العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت ذاح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة العزيزة عزيزة جابني الوحش والمحبة لا هضمة ولا المادة. يا هلالة فاذ قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغور والنا. سيبتي العزيزة قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغور والنا لحظة فاتي غي حاملنا سيبقوا لنا نشلها كن. هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيزة يوم ما طلتها الطلة عملت لي عملة ورا عاملة ما عرفتش نامي يا حلا الله. بالله سامحني يا سيدي من جهه السر تو احنا ولينا متابعين شكون يرحم والديك ما عادش فاهمين شي رانا. باهي يا سيدي ركزوا معايا امور الخدمه تدوز كيف ما هي ما يتبدل حتى شيء واضحه. واضح سامحني سي موجي معناها سي عزوز راع مدير كما قبل. لا بيني هذا سي عزوز مدير اما بصلاحيات محدوده شرفي معناتها تصويره صفا صفا. باهي يا سيدي هذا سي عزوز اي وحامد ايش نعملوا معاه؟ حامد تما فرنا بعديك وحامد بوين عزوز غالي ما زدت تعطي حاجه بلاش تتحمل مسؤوليتك هاني يقلك. بالله كي خلينا نايب المدير شنو نقول له اخويا؟ خلينا بربي فهمتني ولا لا؟ باهي يا سيدي فهمتك الله يبارك حاضر. هاي الخدمة ربي يعينكم اي ربي يسلمك. يا اخي السيد هذا لو يبتوني ليلة ولا شنو؟ هذاك تلقاه خايف وحبكي لاقت فيك ابو 43 تستنى فيه. اهلا بالسيد النائب نتاع المدير الجديد. اهلا بمدير العمل السابق. اسمعني ننصحك نصيحه لله في سبيل الله رد بالك تفقد الامل. هذيك هي الديمقراطيه والتداول السلمي على السلطه. وتنجم راهو تعمل تعبئه للقواعد نتاعك وترشح روحك مره اخرى للانتخابات احتمال كبير تنجح. بلاش عبد فما مساله قانونيه نحب نسالك عليها بحكم اللي انت النائب نتاع المدير. تفضل سيدي. توا المدير كيف يديروا بيه؟ النايب نتاعو يتسم هلق ولا يطير معاه؟ باهي باهي يا مجي لا ما نعملكمش كما الكيان الصهيوني نبدا بشويه بشويه لين نستولى على الدار الكل انا ما نتسماش شارول حامد الكزولي. وهاك عاد عندكم مجلس الامن اشكي. يا دي سيب عليها البورتاب نبرك كلم الرجل يقولوا باش نروحوا. الله يبارك عاطي الله يبارك. ايوا او جاي سيد نائب المدير. اي نورمال عارفي انا ما بين نامس اليوم كمل لي شهر ما عاد عنده ما ينقب. يا سيدي قلنا السلام عليكم. وعليكم السلام. سي المنظر اصر اصر قيوه خليني نعدل مزاجي. الماكينه نظيفه والحساب تسكر ارجع غدوه كان تحب. شنو ارجع غدوه جيت للاداره انا واش معناتها الحساب تسكر؟ يتمشي انه يتاخر عليا فلوس وانا نائب مدير يا مغفل. ايش بيه بابا نائب مدير فوق راس كريشه؟ يا خويا انا ما يلي الا خدام نفذ في التعليمات من فضلك. يا عافي عافي قال لي استنى نكملوا الغنايه. شنو هي؟ نحب لها من ساعه اخرى راهي. هذاك علاش قلت لك يا عافي نحطوا حويجه خفيفه ثلاث اربع دقائق. ايش بيها ناس يا عجم؟ ما تنحن حتى ام كلثوم ما جبدت فؤادها ما صحت صوتها كان هي كملت البوم كامل. شنو شنو سيسي يعطيك الصحه؟ احنا نحبوا نرتقيوا بالذوق الفني وسيادتك تحب تلحق الربينه البوس الواو ولا الواوا؟ يا سيدي غالب هذيك هاي توهبي مش نانسي. شنو تو باش عملوا لنا محاضره على الاغنيه العربيه؟ برا خويا كمل من الدنيا خلينا نسكروا على رواحنا يرحم والديك. الله يبارك عاد. تعرف يا سي المنذر حاس كي مازلت واخوه في خاطرك مني ها؟ لا ما حقنيش. رسول الله في ظرف نهارين تقبل لي جمعتين خدمه. وتحبني ينفع بيك سيادتك.
تذيك الخدمة كنائب مدير يا بسيط. أما توا أنت كل شيء ورجعت حامد بدون ألقاب. توا معناها أنت حامد نورمال. بكل تأكيد انتهى زمن النقبان. أنا توا حامد انتحاف. والله لا تحشمه. الله عينك يا ليلى. الله يسلمك. بيبيش ما عرفتكش الريحه من راس الناج؟ ريحه وش؟ واش ريحه الشياط؟ ريحه العشاء مخلوق. لا لا خواتي ما عرفتنيش، لقينا تخلفنا في الثنيه. الليله ولا كل ليله تسهرون الليله مع العشاء الحدث، عشاء رقي انما ايه يستاهل بقك. شايل له الفيسبوك يا ربي. سلامتي، ما زلتي مش عرفتيش من الجاتو بالغلال بتاع مرت مره؟ برا عاد باش يشد هنا فيلا. ليلى الريسيتا ذي ما فيهاش فرن، شهوه اشتهيتها ما ادريش كيفاش. هذه هي الريحه الصندي اللي مت عليها انا. تعرف سي الحلزون المراه ذي مراه عبروزه غير الوقت. ايه هالفهم خويا، الحلو ما يكملش. برا بركة وش علينا؟ ها؟ عرضتك الريحة في راس الناج؟ وش راس الناج يا بنتي؟ ريحة ضربة لوطة خلاص حتى الخاصة بتاع المرسى. حتى الخاصة بتاع المرسى؟ يكذب يا بنتي، يكذب في التريسيتي. لا عندي واحد صاحبي كلمني تو بركة من المحمدية، قال لي غادي تغمينا بالريحة. كملت عشاك؟ اي ماما. صحة وبالشفاء لولدي. اي برا امشي حك سنيك في صفيصة وبعد ادخل اعمل دروسك، تو جيت تتحاج لا تتفقدك. باهي. يا حي خالك مازال في الصالة؟ مازال، والعصب بيهز فيه وينفض من عملة ولدك. صبروا برا، خلينا نمشي نشوفوا على الأقل يجي ياكل قدمة. عزوز اش تعمل خويا؟ اش عندي نعمل اختي؟ اش عندي نعمل؟ نسقي هاني عاتي بذل الكارو، نحضر في الدوسي لسي الكونتابلي سي عماد الدين، الكونتابلي بتاع سي مونا المول ولدك. والله يا عزوز وراس خويا انا بيدي قلت لك. لا بيدك لا بساقيك، عايش اختي، نعرفك اللي قاتيك. ليه؟ اي قمت عشا، عملت شيشه بالقرنيط تهب. ربي عايش اختي، لا حاجتي لا بقرنيط ولا ببوري، عايشك نحس في روحي مسقي. على كيفك اخي. على كيفي بل على كيف شكون، ومنو هكا نقول لكم باش ولي كل شيء على كيفي انا، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش يطير قرنو. ليل جاهي الله. اهلا بخالي. برا يخلخل زروسك ان شاء الله. شيخك زاهي سي شباب. ها يا منجي، ها هاي مرشومه. مين شامل ايش خير بالزاو تربى؟ اسمع يا خالي يا اخي بنت مش تعشى معنا. ولا شاي ميت سكر لك الشاي. بابا نصبر حضرته منسوبة. السلام. اللي باشا يا اخي شبيكم تغزلوا لي هكا انتوما؟ منجي الكرسي اللي قعدت عليه كرسي خالي. محسوب. خرج ما شنو يتعشى معنا. معناها حتى الكرسي نتاع بيت الفطور يا سي المنجي حبيت تاخذه له؟ لا بلا، ايش تقصد للحجاي اللي انت؟ تبهنس مليح يا منجي، هيك عامله تعملها في خالك. علاه اش عملت؟ انا جبت له الحكم، جبت له كونتابلي باش نفبتوا الحسابات بتاع الدار. وين المشكله؟ شنو ولا حرام ولا العيب اللي عملته هنا؟ فما حتى عيب. الرزق رزقك وتجيب فيه اللي تحب انت. ما تحشمش تدخل براني في وسطنا. وحامد اللي دخلوا شيخوك في وسطنا ماهوش براني ولا ولد خالتي ومخبين عليا. لا لا يا سي محمد، سي با لا ميم شوز. حامد هذاك أمو نعرفوه مستنسين به. للحجيله حتى ساعي متى وتستنسوا به؟ ويرحمد بويا رجل وسيدي رجال. هز لازم غرفتي انت، شماك تعرفني نحب نموت عليه. هز.
نورمال هاش بيه نز وحدي. لم يقتل. يعطيك الصحة يا طيب الله حد عليك. اي بسم الله تشبيكم. محسوب حمورية في الوجه ولا غصة في القلب. ظهر فيها تقتل تقعد صحة لخي. هبي بيش ودي جيت شي تاو اوجك. واش هذي؟ كسكسي بالحار باش كتشوفها مقرونه تليفونات ما ناقصها كان الريزو. هي وراهي بيضه. شي وراهي بيضه ودي تعلم تعلم. هذه مقرونه يقولوا لها مقرونه بالشم بالشم بالفقيع. القوره ياكلوها على الشبع ما يرمضنو كان باه. يرمضنو اي. ولاخاتي يشوفوا فيها قاوري عينها ازرق وشعري اصفر. واش خاصه ايامي؟ قاوري واسمو جبل ما يكون كان مجنس. تظن فمك خير. ابي باش بجارب يقولوا بعد ضحك. باهرش. وش رايك؟ ماشي تاخذوا في رايو. يا بنتي راكي ما قدرة. المكرونة هذه تمضغ مضغان تدخل في الخشم داخلين تقعر المخ قعرها. وانت بباشا تقعر مخك ولا مزيان؟ تقعر برو؟ ايه القعرة خميسة؟ ما زلتش هريسة؟ اللي عدينا وش اداني باه؟ تنسيت بيها القعرة اللي في راسي يا خميسة. مرني غادي. شي مكفي حلم ربي. مكرونة بتاع قولة رقي. عربي ما تكون على الماكلة العروبي. اي صحية تسي القاوري كون انت المكرونة الرقي وناخليني في العروبي. وش قلت لي اسمها خميسة وخايتي؟ الرفع مخيف مقرونة بالفقيع. فقيع؟ وين الفقيع؟ الذيب في الماكلة ولا نسيتيه في الطنجرة؟ نهار مغل الرفع مخيف وقيل نسيت الفقيع في الحكة. عارف كيفاش يا خميسة؟ حطيه في الفرن خالدي في عقله تو ناكلوه غدوة إن شاء الله كان عشنا. العجيبة يا نميمة الرموضة. سلام صاحبي. هذي لي ما بنها ريحة الشكشوكة يا معلم يا معلم. أهلا بالقرداش. بروج حطوا تول عشية ولا نزيدوا شوية؟ يا ولدي حط عندي ساعة أنا لحلح بمعتي باش سامحني حط تو. جهنينة وكالعادة ما جبتوا شيء. سامحنا هذي تو هكا هذي اللي كانش عندي باش ندخل يدي فارغة. يا كحلة يا كحلة بالله آخر مرة أحكي له ونور وقول له على خصالي الحميدة راه عنده الحق ما يعرفنيش السيدة هذايا راه. شكون روج؟ تربية أخلاق لا دخان لا شراب وريت هذا الكل ما تلقوش في الزمن هذا وصاحب صاحب وسبورتيف. ومش أي سبور رد بالك ما تشوفنيش هكايا راه سورتو 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 الجري. اختصاص مسافات طويلة نخدم صانع حاجين في صغري. اختصاص لحية. شنو رايك يا الأولاد أنا زاد نحكيكم على الخصال الحميدة بتاعي. ديجا صنف ماكلة بنينة كيما تطيب الوالدة يرحمها. اي بسم الله ديري عاكو. انا زادة متربي وصاحب صاحبي وعملت زادة سبور في صغري اختصاص بوكس. هذه صح تبدين عاد هذي اللي عاد. اما خسارة يا الولاد ما كملتش. خسارة ولا ذاك توه تعبر في وزن ما فوق الديك. علاش ما كملتش يا ديبي؟ ضربت واحد طيحته السفة الفوقانية كسرت له 4 ضلعات في قالب بعضه عملت له سقوط 20%. يستاهل. وعلاش تقول لي عرفته هذاك خرج عرف غالطه باز. لا لا لا, لا. خاطرك لا لي عشايه. الكاسكروتيجي اللي في الشوكه هذاك زعما يقعد محلول تو.